كم حسين يعني فيما يخص العدد الإجمالي للقتلى والجرحى جراء هذا الحريق؟ وصل إلى 11 يعني قتيلا، من بينهم 5 أطفال، إلى جانب 4 حالات إصابات بالغة، في الحقيقة 4 أشخاص في حالة حرجة، من بينهم 2 من رجال الإطفاء، نظرا لأن الحريق كان قوي، وهو طبعا بدأ في 3 فجرا بالتوقيت المحلي، واستطاعت الشرطة وأيضا الدفاع المدني ورجال الإطفاء السيطرة على ذلك الحريق ومحيط ذلك الحريق الذي نشب من الطابق الأول ووصل إلى الطابق الرابع في بناية سكنية مأهولة على ما يبدو للغاية يعني، وبالتالي يعني الأرقام مرشحة للارتفاع بحسب وزارة الداخلية، نظرا لوجود عدد من الحالات الخطيرة من بين الجرحى. طبعا المعلومات عن أسباب هذا الحريق لا تزال مجهولة، ولكن يبدو بأن البناية أو العمارة السكنية، وبالتالي قد يكون أحد أسباب المرشحة لذلك الحريق هو الأجهزة الكهربائية وأيضا عوامل التدفئة في البناية السكنية، ولكن يبدو بأن وزارة الداخلية يعني لم تضع يدها بعد على الأسباب الحقيقية التي هي وراء هذا الحريق الكبير في الحقيقة. وزير الداخلية في طريقه إلى ليون، وهي تحديدا في الضواحي مدينة ليون الفرنسية، ويبدو بأن تم إجلاء جميع السكان من تلك البناية السكنية، وأيضا هناك مخاوف حسين بعد هذا الحريق من وجود غاز أو دخان سام أو أي عوامل خطر إضافية، خاصة وأن الحريق تطلب وجود أكثر من 180 شخصا من رجال الدفاع المدني والإطفاء، وشدة ذلك الحريق أوقعت أيضا جرحى من بين رجال الإطفاء. يبدو بأن التحقيقات لا تزال جارية، ويبدو بأنه تم إخلاء إجلاء جميع السكان من هذه العمارة السكنية، والجرحى كما ذكرت يعني قد يتم إعلان وجود قتلى جدد، ولكن هناك أطفال من بين القتلى تتراوح أعمارهم ما بين 5 أعوام إلى 15 عاماً، يعني الوضع سيء للغاية في تلك العمارة السكنية. وكما ذكرت حسين، التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة السبب الرئيسي لهذا الحريق. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميلة ماريا مصارع مراسلة الغد، كنت معنا من العاصمة باريس. شكرا ماريا.